في آخر لحظة من عمره يذكر هذا الرجل وكيف أنه منذ نعومة أظافره كان يحب الخالق ويعمل الصلاح، وقد عاهد نفسه بأن لا يقص شعره كل حياته كالتزام منه أن يعيش حياته بعيدا عن المعاصي. ومرت الأيام وكبر هذا الرجل وطال شعره جدا، وأعطاه الله قوة وجبروت، فكانت تخاف منه كل أعدائه، وعينه قومه قائدا لهم بسبب قوته، وقام بمعارك لوحده انتصر فيها على أعداء قومه، فاحتار أعداءه كيف يوقعوه، فبحثوا ووجدوا أن لديه نقطة ضعف تجاه النساء، فسلطوا عليه امرأة لإغوائه ومحاولة معرفة سر قوته. نجحت هذه المرأة بإغوائه، وهو في أحضانها اعترف لها بسر قوته، وهو شعره الطويل الذي لم يحلق منذ صباه، فانتظرته حتى نام وحلقت له شعره الطويل، واستطاع أعداءه بعد ذلك أن يوثقوه وحبسوه في سجن لسنين طويلة. وهو في السجن طال شعره مرة أخرى وعادت إليه قوته، وعندما أخرجه أعداءه في العيد ليجعلوا منه ضحوكتهم، أمسك بقواعد المبنى وأسقطه عليه وعلى أعدائه فماتوا جميعا. وهنا نرى المعنى الأول للشعر الطويل للرجل في الحلم، فهو يرمز للقوة العظيمة سواء كانت قوة جسدية أو قوة من الخالق في روحه، ليطلق الناس أحرارا من المس الشيطاني ويدعو لهم بالشفاء. أما الشعر الطويل للمرأة في الحلم فهو يرمز لحماية الله لها وأنه سيرفع مقامها ويرقيها بين الناس إن هي تواضعت. أما رؤية رجل أو امرأة شعرها سكني أو أبيض بالكامل في الحلم فهو يرمز للحكمة والمعرفة والعظمة التي اكتسبها هذا الشخص لأنه يسير في طريق الصلاح ويحب الخالق. رؤية رجل محلوق اللحية بالكامل في الحلم يدل أن هذا الشخص لا يحب الخالق ويحب هذه الدنيا وملذاتها ويعمل الشر في نظر الخالق. أن يحاول الحالم أن يصبغ شعره في الحلم دليل أن الحالم يضع نفسه مكان الله ويحاول أن يغير أمورا لا يحق له تغييرها، مثل أن يعمل بشكل متواصل دون راحة أو يجبر من حوله على فعل ذلك. إذا رأت المرأة نفسها في الحلم يتم قص شعرها وأظافرها من رجل فهو دليل أن هذا الرجل سيكون زوجها وأنه سيعاملها برأفة وحنية. إذا رأت المرأة نفسها في الحلم وعلى رأسها غطاء للرأس دليل على حماية الخالق لها بسبب تواضعها واحترامها لزوجها أو لمرؤوسيها. رؤية رجل أو امرأة يرتدي أو ترتدي باروكة بالحلم دليل أن هذا الشخص زائف ومخادع وغشاش، والخالق لن يدافع عنه ويؤيد كلامه بل يدين غشه وخداعه. رؤية رجل شعور والشعر يغطي جسده وبالأخص إذا كان لون هذا الشعر أحمر يدل أن هذا الشخص شخص شهواني يعيش حياته فقط لتلبية رغباته الجنسية والجسدية. وضع زيت على الشعر في الحلم دليل على الانتعاش والقوة القادمة على حياة الشخص وأنه سيستطيع تخطي مشكلات الحياة بمعونة الخالق. حلق شعر رجل في الحلم دليل أنه يفقد سلطانه وقوته وأمواله بسبب معاصيه. رؤية امرأة صلعاء في الحلم دليل أن هذه المرأة تفقد مكانتها في المجتمع وعزها وجاهها بسبب كبريائها ومعاصيها وتفاخرها بالمعصية. رؤية امرأة تعمل شعرها على شكل جدائل في الحلم دليل أن هذه المرأة تهتم بالأمور الدنيوية وغير مهتمة أن تعمل الصلاح وترضي الخالق. رؤية جروح أو قروح على جلدة رأس امرأة أو رجل في الحلم دليل أن هذا الشخص يتم معاقبته على معاصيه بأن يتسلط عليه إنسان قاسي ويذله ويذيقه المر. رؤية شخص في الحلم يتم رمي شعر أبيض عليه يدل أن هذا الشخص سوف يشيخ قبل وقته ويأتيه العجز بسرعة بسبب نمط حياته السيء وسعيه وراء الشهوات والملذات والمعاصي. إذا رأى الحالم شعره أو شعر شخص آخر في الحلم عالق بشجرة أو باب أو أي من الأمور التي يعلق فيها الشعر فهو دليل أن هذا الشخص شخص متمرد ولا يطيع والديه وسيدفع ثمن تمرده. إذا رأت المرأة نفسها تمسح أرجل شخص بشعرها في الحلم فهو دليل على التوبة وترك المعاصي
وأن الخالق سامحها على معاصيها وفتح لها صفحة جديدة. إضاء الحالم، يدا في الحلم تمسكه من خصلة رأسه وتأخذه لمكان ما، فإن الله يريه في الحلم أمور تحدث الآن على أرض الواقع أو سوف تحدث على أرض الواقع. أن ينتف الحالم شعر رأسه أو لحيته في الحلم دليل أنه يصدم بدرجة المعاصي التي وصل إليها الأشخاص من حوله، ولكن عليه أن لا ييأس، فالخالق لديه الحل. رؤية قشرة على الرأس في الحلم دليل أن هذا الشخص لديه تعاليم خاطئة عن الخالق تعيقه عن أن يصل إلى رسالته في الحياة. رؤية فتاة أو رجل شعره أسود وداكن في الحلم دليل على الجمال الداخلي وأيضا الجمال الخارجي لهذا الشخص وجمال قلبه. وشكراً.